بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم، قناة يلا زراعة للزراعة المنزلية. شجرة الليمون هي إحدى أنواع أشجار الحمضيات، وهي شجرة أو شجيرة صغيرة ذات ثمار متعددة الفوائد، وتكثر استخدام ثمارها في الطهي، إذ يمكن استخدامها في تحسين طعم العديد من أطباق الدواجن والأسماك والخضروات، كما تستخدم بكثرة في إعداد السلطات وتحضير مشروب لذيذ ومنعش ومفيد منها. ويحتوي عصير الليمون على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي ومجموعة فيتامين بي، بالإضافة إلى احتوائه على حمض الستريك. ويعتبر الليمون من أكثر الأشجار المثمرة المفضل زراعتها من قبل هواة الزراعة المنزلية. ويمكن زراعة أشجار الليمون بالمنزل من البذور أو من العقل أو من الشتلات المشترى من المشاتل، وسنتحدث في هذه الحلقة بالتفصيل عن طريقة زراعة الليمون بالبذور في المنزل وكيفية رعايتها والعناية بها من حيث الري والتسميد. وفي حلقات قادمة إن شاء الله سيتم التحدث عن طريقة زراعتها بالعقل أو بالشتلات، وطريقة تقليمها ومكافحة الآفات المرضية التي ممكن أن تصيب هذه الشجرة. ولزراعة الليمون من البذور، يتم أخذ البذور من ثمرة ليمون من النوع المرغوب زراعته، ويتم غسلها جيدا بالماء، وبعد ذلك توضع في كوب من الماء لمدة 8 ساعات، ويمكن زراعتها بالتربة مباشرة، أو يفضل تجهيزها بلفها بمنديل ورقي أو منشفة صغيرة مرطبة بالماء، ووضعها بداخل علبة بلاستيكية محكمة الغلق أو كيس بلاستيكي مغلق، ونبدأ بالكشف عليها بعد 3 أيام بصفة يومية مع إعادة ترطيبها إذا لزم الأمر. وعند بداية ظهور الجذير نبدأ بزراعتها بأن يتم ملء أكواب صغيرة مخصصة للزراعة بخلط التربة خفيفة ورطبة أقل من حافة الإصيص بحوالي 1 سنتي، على أن يكون بها فتحات تصريف كافية لتصريف الماء الزائد، ويتم ضغط التربة حتى تصبح ثابتة في الإصيص. وأفضل تربة لزراعة البذور هي البيتموس، ويجب التأكد من أن تكون التربة رطبة عند القيام بهذه العملية. ويتم وضع البذور على سطح التربة الرطبة وغرسها لعمق 1 سنتيمتر، على أن يتم وضعها على مسافات متباعدة، ثم يتم تغطيتها بالتربة. ويتم ممكن وضع بذرتين في كل كوب، على أن يتم ترك بذرة واحدة شتلة واحدة فقط بعد إنباتهم. وبعد زراعة البذور وغرسها في التربة يتم ريها بكمية قليلة من الماء، ويتم وضع الأكواب بعد ذلك في منطقة جيدة الإضاءة بداخل المنزل أو بمكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة في الشرفة أو البلكون. ويجب عدم ترك البذور تجف، حيث يجب رش سطح التربة برذاذ الماء طوال فترة الإنبات، كما يمكن تغطيتها بكيس بلاستيكي به فتحتين تهوية، وذلك للحفاظ على الرطوبة والحرارة اللازمة لإنبات البذور. ولا يتم إزالة الكيس البلاستيكي إلا عند الري، ولا يتم التخلص منه إلا بعد 3 إلى 6 أسابيع من عملية الزراعة عند وصول الشتلة إلى 4 إلى 6 ورقات حقيقية، ثم نبدأ تعريضها
لأشعة الشمس المباشرة تدريجيا. وبعد وصول الشتلات إلى ارتفاع 15 إلى 20 سنتيمتر وتأقلمها على التعرض لأشعة الشمس لفترة لا تقل عن 4 إلى 6 ساعات يوميا يتم نقلها، أما في قصيص كبير بحجم 40 إلى 60 سنتيمتر عند رغبتنا في زراعتها في شرفة المنزل أو البلكونة أو على سطح المنزل، أو تنقل إلى قصيص بحجم 20 سنتيمتر عند رغبتنا في زراعتها في حديقة المنزل. فعند زراعتها في قصيص كبير يتم ذلك بتجهيز قصيص بحجم 40 إلى 60 سنتيمتر بشرط أن يكون به فتحات تصريف كافية لتصريف الماء الزائد، وتحضير خلط التربة مكونة من 2 مقدار من الرمل مع 1 مقدار من الطمي مع 1 مقدار من البيتموس مع 1 مقدار من الكمبوست النباتي كامل التحلل بكمية تكفي لتعبئة القصيص الكبير، ويضاف إليها مقدار ملعقة كبيرة من سماد سلفات البوتاسيوم وملعقة كبيرة من سماد سوبر الفوسفات ومقدار ملعقة صغيرة من مخلوط العناصر الصغرى، ويتم تقليبهم جيدا لضمان تجانس توزيع الأسمدة في الخلطة. ثم يتم تقسيم هذه الخلطة إلى جزئين، ويضاف إلى أحد هذه الأجزاء مقدار 200 جرام من الكمبوست الحيواني كامل التحلل، ويتم وضعه في قاعدة القصيص الكبير، ثم يتم تكملة ملء القصيص بالجزء الآخر الذي سبق إعداده مع ترك مسافة 5 سنتيمتر من حافة القصيص بدون تربة، ثم يتم ري التربة رية مشبعة بكمية لا تقل عن 4 إلى 6 لتر من الماء، وبعد 3 إلى 4 أيام يتم نقل الشتلة إلى القصيص بعمل حفرة بحجم مناسب في منتصف القصيص ووضع الشتلة بكامل تربتها وجذورها في هذه الحفرة بوضع قائم معتدل على أن يكون سطح تربة القصيص الكبير متساوي مع سطح تربة الشتلة، ويتم ري الشتلة بعد زراعتها بلتر ماء مضاف إليه 1 سنتيمتر من محلول ماء 1 سنتيلتر عفوا من محلول ماء الأكسجين المخفف تركيزه 10%، ثم يوضع القصيص في مكان ظل بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 3 إلى 4 أيام، ثم ينقل إلى مكان تصله أشعة الشمس لمدة 4 إلى 6 ساعات يوميا، ويتم متابعتها بالري بمقدار لتر من الماء مرة كل أسبوع خلال فصل الشتاء أو مرتين أسبوعيا خلال موسم النمو، مع مراعاة زيادة مقدار ماء الري مع زيادة عمر الشجرة وزيادة معدل تكرار الري عند ارتفاع درجات الحرارة أو عند وصول الشجرة إلى عمر الإنتاج. وبالنسبة للتسميد فلا يتم إضافة أي أسمدة للشجرة بعد نقلها حديثا إلا بعد مرور شهر من نقلها، وذلك لاحتواء خلطة التربة على الأسمدة اللازمة لبداية نمو الشجرة خلال هذه الفترة. وبعد انقضاء الشهر يتم تسميدها باستخدام السماد المركب القابل للذوبان في الماء الـ NPK plus TE المتعادل بالتبادل مع محلول شاي الكمبوست المخفف أسبوع وأسبوع حتى وصول الشجرة إلى عمر الإنتاج، مع مراعاة ريها ريا مشبعة بما لا يقل عن 5 لتر من الماء مرة واحدة كل شهر ونصف لغسل أي أملاح زائدة موجودة في التربة. أما بالنسبة عند الرغبة في زراعتها في أرض الحديقة فيتم نقل الشتلة من الكوب عند وصولها إلى ارتفاع 15 إلى 20 سنتيمتر إلى قصيص أكبر بحجم 20 سنتيمتر بنفس خلطة التربة السابق ذكرها وريها بمحلول ماء الأكسجين المخفف
ووضعها في الظل لمدة 3 أيام، ثم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة تدريجيا لمدة 4 إلى 6 ساعات يوميا، مع مراعاة عدم تسميدها لمدة شهر، وبعد ذلك تسمد بنفس طريقة الشتلات في الأصيص الكبيرة حتى يصل ارتفاعها إلى 60 إلى 70 سنتيمتر. وبعد ذلك نختار المكان المراد زراعتها به في الحديقة، مع اختيار هذا المكان جيدا بحيث يكون جيد التهوية وتصله أشعة الشمس المباشرة من جميع الجهات، ويتم تجهيز حفرة في هذا المكان بعمق 60 سنتيمتر ومحيط لا يقل عن 40 سنتيمتر، ونقوم بتنقية الحجارة والشوائب الموجودة بالرمل الناتج عن هذا الحفر، ويتم وضع مقدار 1 كيلو من الكمبوست الحيواني كامل التحلل في قاعدة الحفرة وتقليبه جيدا مع تراب الحديقة، ثم يتم إضافة مقدار 1.5 كيلومتر من الكمبوست النباتي كامل التحلل إلى التراب الناتج من الحفر، مع إضافة مقدار ملعقة كبيرة من سماد سلفات البوتاسيوم ومقدار ملعقة كبيرة من سماد سوبر فوسفات وملعقة صغيرة من مخلوط العناصر الصغرى، وتقليبهم جيدا لضمان تجانس توزيع الأسمدة، ثم يتم ردم الحفرة وإنشاء حوض دائري حولها من الرمل بارتفاع 20 سنتيمتر وبمحيط 75 إلى 100 سنتيمتر، ثم يتم ريها بمقدار 10 لتر من الماء وتركها لمدة أسبوع، وبعد جفاف التربة بشكل مناسب يتم عمل حفرة في منتصف هذا الحوض وتتناسب مع حجم الإصيص 20 سنتيمتر، ويتم نقل الشتلة البالغ ارتفاعها 60 سنتيمتر إليها. وتعتبر أضمن طريقة لنقل الشتلة هي قص قاعدة الإصيص 20 سنتيمتر بالكامل وإزالتها، ووضع الإصيص في هذه الحفرة في منتصف الحفرة، وقص أحد جوانبه طوليا، ثم نزع الإصيص المقصوص عن الشتلة لتستقر الشتلة بكامل تربتها وجذورها في منتصف الحوض بشكل قائم ومعتدل، ثم يتم ضغط التربة حولها لسد أي فراغات هوائية حول الجذور، وريها بمقدار 5 لتر من الماء المضاف إليه 5 سنتيلتر من محلول ماء الأكسجين المخفف بتركيز 10%، ويتم متابعتها بالري المعتدل بدون إغراق أو جفاف، ولا يتم تسميدها قبل 2 شهر من الزراعة، ويتم تسميدها كما سبق توضيحه مع النباتات المزروعة في الأصص الكبيرة، مع فرق في كمية محلول السماد حيث يضاف 3 لتر منه بدلا من 1 لتر في حالة الزراعة في الأصيص الكبير، ويراعى تعديل الكمية على حسب عمر الشجرة وعند بداية الإنتاج. وجدير بالذكر أن معظم أشجار الفواكه المزروعة من البذور تتأخر في الإنتاج، ممكن أن يصل إلى 5 أو 6 سنوات حتى بداية إنتاجها، مع احتمالية عدم إنتاجها لثمار مطابقة للثمرة المأخوذ منها البذور، وهنا يكون هناك الحاجة إلى تطعيمها من أقلام مأخوذة من أشجار منتجة ومعروف مواصفات ثمارها. وسيتم وضع رابط في صندوق الوصف للحلقة الخاصة بكيفية تسميد الأشجار المزروعة في الأرض، وسنتناول تباعا إن شاء الله في الحلقات القادمة طرق زراعة أشجار الليمون عن طريق العقلة أو الشتلات المشترى من المشتل، وكيفية تقليمها وكيفية
تطعيمها والعناية بها وأهم الأمراض التي تصيب هذه الشجرة وكيفية التحكم بها. ولهذا إذا لم تكونوا مشتركين بالقناة ندعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل إشعار عند تحميل أي حلقة جديدة. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة وشكرا لمتابعتكم.